السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. واليوم معكم زياد، هذا استاذ آلة العود والنظريات، وعندنا موضوع جديد وهو شروق للفنان الكبير جميل بشير، ونقولها نوطة وعزف على آلة العود وهي من مقام الرست على درجة الدو. قبل ما أبدأ، هناك دورات موسيقية لتعلم العود. أول دورة اللي هي أونلاين مباشرة وياي بالفيديو، وثالث شيء اللي هي أذهب إلى بيت الطالب، وشرف إلي الكبير، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. أول بداية الدو، طبعا مقام رست سي كار بيمول مي كار بيمول بالصعود، سي كار مي كار. أوكي، الجزء الأول بهيج عزف أو أقل، فسنة دو سي دو سي دو سي ري دو سي لا سي لا صول سي لا سي لا سي لا دو سي لا صول لا صول لا صول لا بيمول لا صول، هذا عرضي لا صول لا صول لا صول سي لا صول فا صول فا مي ري ري مي فا لا صول مي صول فا ري فا ري مي را دو. بعدش تيجي كثريوله اللي هي دو سي دو سي دو سي ري دو سي لا سي ري با سي دو ري دو سي لا صول سي لا سي لا سي لا دو سي لا صول لا ري دو سي لا صول فا لا صول لا صول لا صول سي لا صول فا صول دو مي ري ري مي فا لا صول ري ري صول فا. اوكي، ري فا ري مي ري دو. وتعال أتمنى أنه أعجبتكم في هذا الموضوع، وهذه هي قطعة موسيقية للفنان الكبير جميل بشير، وهي المقام الرست على درجة الدو، رست الدو يعني، وهي قطعة شروق. واللي يحب يشترك في الدورات الموسيقية ويقوي نفسه بالنوطة الموسيقية، حاضر وموجود مثل ما أعلنت في بداية الفيديو، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.